وقع مركز لغات مستمعين بمعهد دراسات الترجمة التابع لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة حمد بن خليفة مؤخرا مذكرة تفاهم مع مركز اللغويات التطبيقية في جامعة فرانش كومتي بفرنسا، يتعاون الطرفان بموجبها في مجال التبادل التعليمي. تنص الاتفاقية التي تستمر لمدة عامين على التعاون في عدة مجالات ترتبط بتعليم اللغة الفرنسية، بما في ذلك تطوير أنشطة التعليم والتدريس، وسوف تمتد الأنشطة الأكاديمية والتدريسية لتغطي دورات اللغات والمؤتمرات والندوات والمنتديات وبرامج التدريب. للحديث أكثر حول هذا الموضوع في ضيافتنا وفي ضيافتكم الدكتور بوعلام يحياوي، منسق برنامج اللغة الفرنسية بمعهد دراسات الترجمة التابع لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة حمد بن خليفة. دكتور بوعلام، مساك الله بالخير، يا هلا ومرحبا فيك معنا. مساء الخير، رمضان كريم، وشكرا على الاستضافة الطيبة. حياك الله. في البداية لو تقدم لنا نبذة عن أهم ما جاء في مذكرة التعاون وما هي آلية تنفيذها أيضا. الاتفاقية هي عبارة عن اتفاقية شراكة بين مركز اللغات بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة ومركز اللغات التطبيقية بفرنسا، وذلك بهدف تعزيز التبادل المعرفي والبحثي بما يؤدي إلى توسيع آفاق المعرفة وتوطيد أواصر التعاون الثقافي. جاء ذلك خلال حفل توقيع بين الطرفين خلال هذا الشهر. أما عن آليات تنفيذها فسوف يقوم منسقو البرنامجين أو الطرفين بالعمل معا عن طريق تنظيم اجتماعات واتفاقيات، وأيضا اختيار التواريخ المناسبة لكل حدث، وذلك طبعا بموافقة مدير المركز وإشراف عميدة المعهد. نعم. لو تحدثنا عن الأهداف اللي يراد تحقيقها من خلال التعاون مع مركز اللغويات التطبيقية بفرنسا. هناك العديد من الأهداف، من بينها البحث على تطوير مناهج التعليم في الطرفين أو من خلال الطرفين ضمن تبادل آليات وأفكار، وأيضا مناهج، تنظيم نشاطات أكاديمية مثل تدريس اللغات، تنظيم ندوات ومؤتمرات، وأيضا منتديات. مذكرة التعاون تشمل أيضا فترات تدريبية في قطر وفرنسا من أجل تعزيز مهارات الطلاب، وأيضا اكتساب مهارات يقوم الأساتذة أكيد بزيارة لفرنسا، وأيضا الأساتذة الفرنسيين بزيارة لقطر من أجل التعاون وعرض المشاكل التي يتلقونها في التدريس، ولكي تبادل الخبرات، أيضا تبادل الآراء وأفكار بين الطلاب والأساتذة في كلا الطرفين، وتنظيم دورات للدراسة في الخارج، أي نطمح لأن يذهب طلابنا إلى بيزنسون، وهي مدينة موجودة شرق فرنسا، وهي عاصمة فرانش كومتي، معروفة بأثارها الرومانية، لديها حدود مع سويسرا، وأيضا اختيرت لأن تكون واحدة من المدن الجميلة في فرنسا. أما عن الجامعة فهي جامعة فرنسية عامة متعددة التخصصات، وتحتوي على 28 مختبرا، ويوجد بها حوالي 24 ألف طالبا. فنأمل أن نصل لهذه الأهداف التي قد وقعنا عليها هذا الشهر. نعم دكتور، لو تحدثنا عن أبرز الشراكات التي قام بها مركز اللغات خلال العام الحالي على المستوى المحلي والخارجي. على يعني يعقد مركز اللغات العديد من الشراكات أو الاتفاقيات محليا وخارجيا. مثلا محليا نعقد العديد من الشراكات مع المدارس، مع السفارات، مثلا هناك شراكة مع السفارة الكندية، وهناك أيضا شراكة مع السفارة الفرنسية، العديد من السفارات نتعاون معها من أجل تطوير المجال اللغوي والفكري. وما يخص الشركات خارج البلد، خارج قطر،
أكيد واحدة من هذه الشراكات هي الاتفاقية التي نحن بسبب التحدث عنها. وهناك جميل. أيضا اتفاقية قد وقعت الأسبوع الماضي مع جامعة فنلندية من أجل تعلم اللغة العربية، وأيضا سوف يكون هناك شراكة قريبا فيما يخص اللغة الروسية. نعم دكتور أبو علام، ما هي برامجكم وأنشطتكم خلال شهر رمضان المبارك؟ الشهر فيما يخص شهر رمضان إجمالا تنتهي الدورات خلال شهر رمضان، ولكن هذا لا ليس يعني عائقا أن يواصل الطلاب التعلم، فنقترح العديد من النشاطات والتدريبات والورشات عن بعد لتكون لطلابنا الفرصة لمواصلة التعلم. وسيكون هناك دورة بداية شهر يونيو للصغار والكبار ولكل الأعمار إن شاء الله. نعم جميل. ماذا يقدم مركز اللغات بمعهد دراسات الترجمة حاليا فيما يختص بتعليم اللغة الفرنسية؟ يعني فيما يخص اللغة الفرنسية سوف أتحدث عن معهد اللغات بصفة عامة. أولا مركز اللغات التابع لمعهد دراسات الترجمة هو جزء من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة. نقدم دورات تدريبية في كل اللغات، في 12 لغة: العربية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الصينية المعروفة بالماندرين، الروسية، البرتغالية، الإسبانية، والتركية، وأيضا الكورية. بالإضافة إلى 6 لغات للأطفال اليافعين بين عمر 5 و15 مراهقين، وهم العربية، الفرنسية، الألمانية، الصينية، والبرتغالية، والإسبانية. فيما يخص اللغة الفرنسية، يقدم مركز اللغات التابع لمعهد دراسات الترجمة مستويات متعددة من تعليم اللغة الفرنسية لكافة أفراد المجتمع في الدوحة، سواء كانوا طلاب، سواء كانوا يعني مهنيين، أي يعني فئة عمرية يمكنها تعلم اللغة الفرنسية، سواء كان طالبا جامعيا أو أحد طلاب الدراسات العليا. أيضا الدورة التعليمية التي نقدمها تتميز باعتمادها منهجا دراسيا تواصليا يقوم على تحقيق الكفاءة اللغوية في أي لغة، ليس فقط في اللغة الفرنسية، في كل اللغات التي نقترحها أو نقدمها، ويتمحور حول المتعلم، كما أننا نتبنى أحد أحدث المقاربات التربوية لاكتساب اللغات بمركز اللغات بجامعة حمد بن خليفة. نعم، لو نتحدث عن طلاب، هل ستتاح فرصة للطلاب في برنامج اللغة الفرنسية لدراسة في الخارج؟ أكيد هذا واحد من أهدافنا، أن نبعث أكيد الطلاب لكي يواصلوا التعلم باللغة الفرنسية بالخارج بفرنسا، خصوصا لأنه سوف يكون لهم فرصة. نعم دكتور معنا مع الثقافة يعني المدينة التي سوف يزورونها. كانت لنا تجربة قبل جائحة كورونا بعث المعهد عدد من الطلاب لفرنسا بمدينة فيشي لمدة 15 يوما، وكانت تلك التجربة جيدة، لا يزال الطلاب يتحدثون عنها حتى اليوم. وسوف يكون عما قريب مشاريع تسمح لكل طلاب اللغة الفرنسية بمعهد الدراسات لكي يزورون فرنسا من أجل مواصلة التعلم. وأيضا نذكر أن العديد من طلابنا بالمعهد الفرنسي بمركز اللغات هم طلاب يسعون لتعلم اللغة الفرنسية لمواصلة الدراسة بالجامعات الفرنسية. نعم دكتور أبو علام يحياوي، منسق برنامج اللغة الفرنسية بمعهد دراسات الترجمة التابع لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة حمد بن خليفة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، وتمنياتنا لكم إن شاء الله بالتوفيق بالنجاح. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الطيبة، وقد كان لي الشرف أن أحل ضيفا على إذاعة قطر. شكرا لك دكتور، يعطيك العافية. شكرا، الله يعافيك، السلام عليكم.